أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات سيكون من أكثر البرامج تأثيرا، مشيرا أن البرنامج سيحقق نموا متكاملا بين 4 قطاعات رئيسية لاقتصاد المملكة. البرنامج يعني بتقديري وبتقدير الكثيرين سيكون أكثر البرامج تأثيرا من الناحية الاقتصادية من 13 برنامج التي أطلقت لتحقيق رؤية المملكة 2030. هذا البرنامج يحقق نمو غير مسبوق وتكامل بين 4 قطاعات رئيسية في اقتصاد المملكة العربية السعودية. أولها طبعا هو القطاع الصناعي، القطاع الآخر المهم هو قطاع التعدين، وأيضا قطاع الطاقة الذي يدعم هاتين الصناعتين التصنيع والتعدين. والقاعدة الأساس لنجاح أي دولة صناعية ودولة تصديرية هو قطاع الخدمات اللوجستية بما في ذلك من طرق وسكك حديد وموانئ ومطارات ومناطق اقتصادية حرة وشبكات لوجستية ذكية تمكن هذه القطاعات من التكامل والربط داخليا وخارجيا مع اقتصاديات العالم في عالم تزيد فيه التجارة بين دوله وتزيد فيه المنافسة، والأفضل دائما للأكفأ من ناحية التكلفة والقدرة على الوصول للأسواق بمنتجات أعلى قيمة وأقل تكلفة.